طبعا اليوم بشوف الساحه عامره جدا بابنائها وتجديد البيعه والدماء. اليوم 25 انطلقت منه، واليوم 25 ايضا 25 كانون الثاني، وهذه بيعه جديده ودماء جديده، والساحه اليوم تختلف عن كل الايام، يعني كانها اليوم الاول للتظاهرات. وانسحاب الاخوه في التيار الصدري لا يعني ان انتهى التظاهرات، بالعكس اليوم الدماء الشابه ازدادت، واحنا نحترم قرارهم بالانسحاب، ولكن يجب ان نثبت حتى نحقق مطالبنا، فلذلك احنا ثابتين بوجودهم او عدم وجودهم، نتمنى انهم موافقين. طبعا البصره وبغداد والناصريه والنجف وكربلاء عمليات اقتحام مستمره واستهداف معيب من القوات الامنيه بحق ابنائنا، لانهم يجدون فيهم عدم وجود ظل. عندما كان التيار الصدري موجود لم يتجرؤوا ان يقتحموا، لكن بمجرد الانسحاب بعد ثلاث ساعات من الانسحاب حرقت هذه الخيام، وهذا يدل على شيء، فانه يدل على ضعف وليس قوه. طبعا هو عندما وجدوا انه العدد قل في هذه الساحات نتيجه الانسحابات توقعوا انه الوضعيه انتهت، ولكن نسوا ان هناك عراقيين وصلاء جالسين ينتظرون. بمجرد انه شافوا ان خطر احدق بالخيام هبوا لنصرتهم، والتاريخ يعيد نفسه الحمد لله والشكر. لازلنا مصممين ومطالبين بحقوقنا المشروعة الدستورية وحسب القانون الدولي والعراقي. كلا كلا للأحزاب، ماكو شرف بالأجناب. كلا كلا للأحزاب، خيرهم ماكو ما جاب. كلا كلا للأحزاب، واحدهم ما يطب الباب. كلا كلا للأحزاب، وراح نكون متواصلين الى تحقيق المطالب.
نموت ويحيى الوطن. نموت 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 نموت ويحيى الوطن. نعم نعم للحرية. نعم نعم للحرية. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. حقيقة إن كل فعل رد فعل. اليوم أبناء العراق في كل مكان يتعرضون إلى هجمة شرسة في حرق الخيام ومن أجل القضاء على هذه الانتفاضة الباسلة، لكن أبناء الكوت اليوم هبوا بهذه الانتفاضة العظيمة وفي هذه المسيرة الحشدة اليوم يجددون البيعة والولاء إلى الوطن، خرجوا بسلميتهم من أجل الوطن ويحيون من أجل الوطن ويموتون من أجل الوطن، فلا بد أن ينتصرون. هذا اليوم يوم عظيم، يوم يشهد له التاريخ، سيبقون أبناء العراق الغيارة مدافعين عن الكرامة وعن سيادة هذا البلد وقيمة هذا البلد وخيرات هذا البلد. حقيقة لا يمكن هذا البلد سائب، لابد أن هذا الجيل جيل التصحيح، جيل أبطال، جيل بمعنى الكلمة، جاءوا بهذه الشعارات العظيمة وبهذه القوة من أجل مستقبلهم، من أجل كل العراق بما فيهم الأحزاب وغير الأحزاب والقوميات. هذه الانتفاضة إذا كان لها الخير أن تستمر فالخير سيعم على الجميع وليس فئة أو حزب أو كتلة، الخير للجميع. تعدل القوانين، الانتخابات تكون لها دور عظيم، هنالك كثير من الفوائد التي جاءت بدماء وخطت مطالبهم بدماء الشهداء، فالرحمة للشهداء، وسينتصر العراق لابد حاليا ومستقبلا الانتصار له. نموت نموت ويحيى الوطن. نموت نموت ويحيى الوطن. نموت نموت ويحيى الوطن. نموت نموت ويحيى الوطن. كلا كلا للباطل. كلا كلا للباطل. كلا كلا للباطل. كلا كلا للباطل. كلا كلا للانسحاب. كلا كلا للانسحاب. بالروح بالدم نرضيك يا عراق. بالروح بالدم نرضيك يا عراق. بالروح بالدم نرضيك يا عراق. وسوح النار ما نطيع. وسوح النار ما نطيع. وسوح النار ما نطيع. وسوح النار ما نطيع. وسوح النار. اليوم الساحة، اليوم الساحة تبيض بخير، يعني تبشر بخير. الساحة اليوم أعلنوا ولاهم لوطنهم. إحنا اليوم الناشد الشعب العراقي قضيتنا وطن، خرجنا من أول يوم وطن. إحنا متظاهرين من أول يوم من 11 بدون عنوان، طلعنا بدون عنواننا وطن، طلعنا قضيتنا وطن، هذا شعارنا. نحن نريد وطن، والشعار الثاني نازل آخذ حقي. الحمد لله والشكر الآن هاي الجماهير اليوم تبيض وجه، الحمد لله أعلنوا ولاهم لوطنهم. مو احنا نريد نعلن عدم ولائنا لأي جهة معنية، عدم ولائنا للأحزاب، احنا ولائنا للوطن، لله والوطن فقط لا غير. ولائنا لله والوطن، طلعنا لأجل طرد الفاسد لا أكثر ولا. لكن العراقي بالغيرة، من سمع اليوم اكو تهديد انتفض اليوم العراقي، انتفضنا ثورة. احنا من أول يوم طلعنا ثورة، العراقي من أساسه من يولد ثورة، من يوم الهين ولد اكو اطفال الولده وهيج مسوين، والله طفل بلك ما تمسويج. العراق من اول يوم منتصر ان شاء الله، وننتصر على الفاسدين. وتشوف هسه هذا مجلس محافظه الى محافظه احنا سديناها واحنا نفتحها، ما حد يفتحها غيرنا والله. تحت شعار القائد العام الحسين ابن علي عليه السلام حينما قال هيهات من الذلة في يوم عاشوراء، سنقول مساحة التحرير من ساحات التحرير ومساحات الاعتصام في كل محافظات العراق وبالخصوص من محافظة واسط، نقول لم نرجع إلى البيوت حتى تحقيق المطالب. الثورة مستمرة، الموضوع موضوع وطن ليس بموضوع شخصية أو جهة معينة. نحن نريد وطنا خالي من كل الأحزاب، خالي من كل الكتل السياسية. هذه نقطة. النقطة الثانية، رسالة إلى كل ساحات
الاحتصان في كل محافظات العراق. عليكم بالاستمرار، عليكم باستمرار التظاهر، عليكم بإعلان المطالب المشروعة وأنتم على أن تنموها، ولكن نقول الآن عليكم بإعادة الانتخابات المبكرة وانتخابات مبكرة نطالب. اليوم خرجنا كل أبناء المحافظة وبالخصوص أبناء محافظة واسط وبتصعيد جدا مكثف لاستمرار التظاهرة ولإعلان أنه الدولتين الأمريكية والإيرانية وكل من أراد أنه استمرار التظاهر، نحن نقول لهم استمرار التظاهر مستمر. وها هي اليوم هاي الثورة، واليوم يعتبر هذا اليوم هو تقريب أقوى يوم بعد الأوان الأخيرة التي حدثت باستمرار الثورة. وها هي الرسالة من محافظة واسط وإلى كل محافظات العراق، الثورة مستمرة والقضية قضية وطن. اليوم وفي هذه الدقيقة وفي هذه الساعة سيبين وسيعرف هو ولاءه للعراق أو لغير العراق، لشخصية كانت معينة أو غير معينة، وستستمر التظاهرات إن شاء الله. لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للأحزاب. طبعا مسألة معروفة، القوة المعادية، القوة اللي تنظر بمصالحها، القوة اللي هي أساس في مشاكل وأزمات البلد، فيهمها أنه كل الوسائل تستخدمها من أجل أنه هاي الانتفاضة وهاي الثورة ما تستمر. لكن أنه الشعب قال كلمته، الشعب قال أنه إحنا مستمرين حتى الإصلاح، حقق كل مطالبنا، ولذلك كل وسائلهم وكل أساليبهم اللي هي مارسوها ما باءت بالفشل. الشعب حي، الشعب ما مات، التحصيد موجود، والناس هي كلها منظامنا ويا هاي الانتفاضة العظيمة، هاي الثورة العظيمة. فبالتالي أنه في أي وقت كل ما يزيد القتل والقمع والأساليب الغير إنسانية كل ما يزداد عدد المحتجين، وهذا مهم جدا أنه زيادة عدد زخم الاحتجاجات بالطبع راح يأثر عليهم سلبي، مواقفهم يأثر عليهم سلبي، لأنه نهايتهم بدأت معروفة وقريبة جدا إن شاء الله. جاي نزداد في تظاهر في ساحة تظاهرات واسط، يعني في هذه اللحظة، هاي اللحظة يثبت الإنسان الوطني حضوره في هذه اللحظة. هاي ساحة التظاهر، ساحة الوطن، ساحة الكرامة. الشعب انطى دماء، الشعب انطى دماء وضحى ما ضحى، وانطى شهداء وضحى، واحنا ما نعوف هذه الساحات حتى نرجع وطننا المخصوم. طبعا العصابات الإجرامية الموجودة هي جاي تسوي هيك أشياء، يعني إن عبالهم من السحب التيار الصدري من ساحات المظاهرات، عبالهم من المظاهرات تضعف، بالعكس المظاهرات تزود
والعالم تراهن. بالعكس راح تتوافد ناس، راح تتوافد ناس تابعة للوطن تحب وطنها تثبت وطنيتها من هذه الساحات، يثبت نفسه هو وطني. وأي واحد يثبت نفسه هو وطني سواء بكل محافظات العراق، سواء الناصرية أو البصرة أو واسط أو بغداد ساحة التحرير، أي إنسان يثبت وطنيته يوقف وقفة حتى نرجع وطننا المخصوم. طبعا نحتاج ونتظاهر لان الحكومه جاي تقتل، تقتل بالمتظاهرين وتقتل بالناشطين، وجاي تختالهم العصابات الاجراميه الموجوده طيله هذه الفتره صار لها 4 أشهر، جاي تخطف ناشطين جماعتنا وجاي تقتلهم وجاي تراهن. ان شاء الله النصر لنا، النصر لنا، النصر لنا. Yeah.